فلازم لما ادي جايزه لطفل يبقى في ذهني ان في مخرج عبقري ورا الجائزه دي، يعني هو اللي يستحق. كانت مخرجه الحقيقه، كانت مخرجه اسبانيه هي اللي ورا الابداع دوت. طبعا الطفل مش بالضروره بيكمل، ممكن مع الزمن. بالظبط، زي فيروز. زي فيروز، زي ماكولاي كالكن اللي عامل واحد في البيت بعد ما طبعا. كبر. هوم الون ده كانت يعني انت صيحة. انت بيبقى ساعات الناس ترفض ان الطفل يكبر، يعني شافوا يعني وافقوا على فاتن حمامة انها تكبر. فاتن انت عارفه مثلت عندها 9 سنين، بالظبط، مع محمد عبد الوهاب. وبعد كده وعندها 12 13 سنه مثلت برضو مع نفس المخرج محمد كريم، وعندها 17 مثلت يعني مع حسن الامام. يعني عايز اقول ايه، بتكبر قدامك، بتكبر قدامك ووافقت عليها، لكن ما وافقوش على ده مع فيروز، رفضوا. فهي بتبقى حاجات كده ملهاش مقياس قاطع، لكن مؤكد النجاح الطاغي ممكن يلعب دور عكسي. من المميزات اللي انت توقفت عندها لمهرجان برلين انه بيتكلم عربي، اهتمامه باللغة العربية في انت عارفه في رغم كل قلة الافلام العربية. عمل فني بنتفرج عليه لازم يبقى فيه لوجو ب7 لغات، بديهي ان يكون الالمانيه، فرنسيه، ايطاليه، اوكي، لكن اللغه السبعه المهرجان يقدم باللغه العربيه، يعني كلها مكتوبه باللغات اللاتينيه، بيجي عندنا احنا باللغه العربيه بالحروف العربيه. فدي انا بحس انها نوع من الاعتزاز بينا، يعني بيعتز بيك. وفي حاجات كتيره لاحظتها حتى في بعض المحلات انه بيكتب اشارات بالعربيه، يعني حلو. في حفاوه شويه بالعربي. الفيلم العربي اليمني المرهقون، أول عمرو فيلم جمال يمني يشارك في برلين، وإحنا طبعا عارفين اليمن عايشة في إيه. ده كان يعني حدث مهم جدا. قوي، وانا سعيد جدا، انا سعيد بالمخرج، سعيد باصراره. واتضح ان هو انا يعني لما قابلته عرفت منه انه بيعرض، هو في عدن بيعمل مسرح كمان وبيتحدى، وهناك في طبعا القوى الرجعيه موجوده في كل العالم العربي اللي هم ضد الفن ويعني ايه تمثيل والكلام اللي انت عارفاه ده، بيتحدى كل دول وبيعمل عروض مسرح وعروض موسيقى وسينما، وعمل فيلم خد جائزه الامم المتحده، ودي جائزه مهمه عشان المعنى اللي مقدمه المقاومه، والمقاومه كانت هامسه وليست صاخبه، يعني في مقاومه صاخبه والشعب بيعاني مؤكد، لكن هو قدم الهمس حسسك عشان كده سماها مرهقون، يعني الارهاق يعني ايه شويه ممكن تتعايشي مرهق، كلنا في لحظه نشعر بالارهاق يعني.